يا اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده. انا هيثم مرسي ودي قناه كوينات برو. ده الدرس الثاني لشريمبي وازاي نربط حسابنا لو احنا في الحاله المجانيه، وطبعا هوريكم كمان شراء الادويه. شراء الادويه شيء مهم جدا لان ده تستخدمه اللي انت اولا يور اكونت كارن هاز شريمبي بريمير سبسكرايب، يعني انا عندي اشتريت ادويه شريمبي لمده شهر وبدات اربع. طبعا امبارح لو انت شاهدت مش الفيديو دوت اول فيديو خالص هتلاقي ان انا كنت عندي ماينس 51% في بيتريكس باينانس، حاليا ما بشتغلش عليها فخلينا في بيتريكس بس. تمام، انصحكم كمان انتوا تشتغلوا على بيتريكس او بيت ميرت، اوكي، عشان العموم. تمام، زي ما شايفين الحساب شغال زي الفل، كل ما عليك ان انت بتخش على السيتنج وبعد كده بتخش على البيمنت وتقدر تربط حسابك بالباي بال او تشتري. زي ما شايفين هنا نيكست بيمنت ابريل 1 2019، يعني انا عندي ادويه لحد ابريل 2019، ده كمثال. تمام، بعد كده هتلاقي هنا اللي انا عندي الايرننج بتاعي اقدر احوله من هنا لهنا واشتري ادويه. طبعا ربطه بالباي بال سهل جدا، لوجن ويز باي بال هيربطك بحساب الباي بال بتاعك وتقدر تدع او اوتوماتيك يسحب منك. تمام، الريفرال انتوا عارفينه، الاكشنج احنا شرحناها في الفيديو الاولاني، والجنرال اللي انا انصحك بيه تستخدم الابي كي وتشتغل تستخدم التو فاكتور اوثنتيكيتور. نقطه مهمه جدا 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 انصحكم بيها اللي انتوا تشتغلوا البرايس بالبي تي سي عشان ما تتعبش نفسيا وتشوف ان الدولار النهارده والسعر الدولار، لان احنا يهمنا الكريبتو كرنسيس ما يهمناش الدولار. تمام، في الحاله بتاعتنا دي. طيب ده بالنسبه للسيتنج، اوكي، نشرح برضو الباك تيست بطريقه جميله جدا تقدر تشتغل عليها سواء بالمجاني او سواء بالمدفوع. تمام، البورتفوليو هي محفظتك الخاصه اللي انت تقدر تظبطها. زي ما انتم شايفين امام حضراتكم دلوقتي انا عندي اثنين بورتفوليو، عندي اللي هم دول اللي هي اسواق المجانيه واللي هي السوشيال اللي هي المدفوعه. تمام، انت ليك حريه الاختيار، انا ارشح لك ان انت تشتري المدفوع، ولكن انت مش مشكله حابب تعمل كده خير، مش حابب برضو انت براحتك تشتغل بالمجاني. هنا النمبر اوف اسيت 7، هنا 5، هنا 10، هنا 32، هنا 8، فانا ممكن اتبع اللي انا عايزه او اكنسل اللي انا عايزه. تمام، حاله في الحاله بتاعتنا تعال نشوف كريبتو عرب ديت مثلا الاسيت بتاعه هو يا جماعه، عندي لايت كوين، عندي ايثيريوم، عندي ايثيريوم كلاسيك، وعندي بيتكوين. تمام، اللي انا شرحته في الفيديو الاولاني، وعندي اكس ار بي، يعني عندي خمس اسيت. زي ما شايفين الاسيت توتال الوكيتد 100%، يعني هنا 100%. طيب النهارده الايثيريوم كلاسيك عالي، تمام، والبيتكوين مثلا 50%، الايثيريوم 20%، كذا كذا. طب انا هعمل ايه؟ انا ممكن اخلي مثلا ده 25، يعني مثلا هقول انا النهارده الايثيريوم كلاسيك ممكن اخليه مثلا هنا 15 5% مثلا، والبيتكوين اخليه 55%. تمام، بصوا لوحده هو عمل لي ايه؟ السيستم باع لي الايثيريوم كلاسيك لانه سعره اعلى واشترى لي بيتكوين. تمام، مثلا في هذه الحاله هو عامل سيف، او مثلا هو من الايل بي خليها 10%. بص عمل ايه؟ قال لك لا تعالى هنا انت اصلك 90%، يعني انت ممكن تخش هنا تعمل ايه مثلا 66%. الحاله ديت انت بتقلل العملات الاخرى وبتكتر البيتكوين، ده مثلا حاله وبتقوم عامل سيف. تمام، هنا قال لك هنا اوكي سيفد سكسسفول ابديت كله تمام. ممكن تعمل البرانش هنا، لازم تخش هنا تعمل البرانش اللي هو الموقع هيقوم بتعديل الاسيت بتاعك والعملات بتاعتك كل قد ايه، انت عايزه كل قد ايه. هل يا فلان انت عايزه خالص نيفر ويك داي اور، وده اللي هنشرحه النهارده والفرق بين نيفر. نيفر يعني انت مثلا في الحاله بتاعتي دي في حاله الا باينانس انا ما بعملش اسيت بالموقع، سايبه بس عشان اكون محفظه. يعني انت عايز تكون محفظه بتشوف حسابك كام، بتشوف اخبار السوق كام، بدل ما تخش على المنصه بتخش تشوف هنا، يعني لا داعي للدخول على المنصه باي طريق. تمام، ويك كل اسبوع كل يوم كل ساعه، ودوت حسب السوق. تمام، حسب السوق، السوق حلو كل ساعه، السوق وحش مره 24 ساعه او كل اسبوع. وممكن يعني افضل لك حسب راس مالك، ممكن تكون اسبوع ممكن تكون يوم حسب السوق وانت بتخش. يعني انا مثلا بخش في الحاله دي مثلا هنا، نرجع هنا كريبتو عرب مثلا، نرجع هنا الداشبورد، هنلاقي هنا ان السوق بتاع هنا الايثيريوم كلاسيك كويس النهارده، ممكن اقوم ايه بايعه مثلا، ممكن اشوف بصوا ممكن اعمل له لوحده بصوا سولد ستورج افريج يعني كل حاجه المعلومات. بص الاسيت بتاعه، بص الاسيت يا جماعه ازاي الاسيت دايناميك،
كام؟ every day جاب له 0.02%، every week 0.01%، every month 0.03%. يبقى في الحاله دي انا ارشح لك اللي انت دوت، تمام؟ اللي هو كده زي ما بيقول، او ويكلي، ويفز، ليسك، ايثيريوم كلاسيك. هنا العملات اللي انت تشوفها المشهوره دلوقتي اللي انت تقدر تشتغل عليها في الحاله دي. فمثلا هو بيقول لك هنا ممكن تشتغل على الويفز، الويفز ممكن تربحك حسب المنصه بتاعتك كمان، بس هو بيرشح لك اللي انا في الحاله ديت اشتغل بالعمله دي، تمام؟ او اسبوع نو داتا افيلبل، مانث نو داتا افيلبل، اوكي؟ زي ما انتم شايفين هو ده الايثيريوم كلاسيك. يبقى احنا كده شرحنا نقطه معينه. جميل جميل. هنا يا جماعه هنا بيفهمك الباك تيست. الباك تيست ده عباره عن النظام ده، الباك تيست ده انت تشتغل عليه وتعمل له ران عادي جدا وتجرب وتضع الاسئله بتاعك اللي انت عايز تشتغل عليه وتحطه هنا وتعمل الوكيت وتشتغل، نفس النظام بتاع البورتفوليو. ولو انت ملاحظ هنا بيقول لك ان الباك تيست ده، الباك تيست ده كده باك تيست، اوكي؟ هو بيشرح لك هنا اللي انت بيظبط لك المحفظه بتاعتك. مثلا انت بتختار، مثلا هتقول انا عايز اعمله ساعه، هو نفس نظام المحفظه بتاعتك، تمام؟ هنختار مثلا عملات 1 2 3 4 5 6. بصوا بيحصل ايه هنا، بيحطها لك هنا، تمام؟ وبعد كده يشوف لك نظام السوق ايه ويدي لك، يعني بيغير لك السوق بتاعك حسب اليوم، حسب الاسبوع، حسب الشهر. الباك تيست هي عباره عن المحفظه، وزي ما قدام حضراتكم بيوريكم ان انا في اليوم مثلا كمثال في الشهر كذا انت ربحت، في الساعه، في الاسبوع، في الشهر. فهو عباره عن اداره محفظتك برضو نفس النظام ده. طيب زي ما انتم شايفين اكتر من استراتيجيه، انا دلوقتي عايز اكنسل الاستراتيجيات دي كلها قدام حضراتكم دلوقتي. تيست اهو نفس الاستراتيجيات اهو، جميل. اوكي انا دلوقتي قفلت كل الاستراتيجيات. لو انت عايز تقفل ديت هتلاقيها طبعا ايه ما ينفعش ان هي اكتيفيت. لو انتم ملاحظين معايا هنا هتلاقيها مانوال. مانوال معناها ان انا بحرك الاسيت بتاعي او عملاتي مانوال عن طريق نفسي. لو انا عايز افتح محفظه ثانيه كل ما علي انا بفتحها وبسميها وبحط لها الاندكس بتاعها او العملات بهذا الطريقه، بختار اسيت 10 مينيمم ماكسيمم اديت كوين مثلا، وبختار العمله بتاعتي. مثلا انا ممكن اختار هنا لايت كوين وأقوم عامل أبلاي. بصوا نزل لي كل العملات اللي هم أنضف عملات اللي هم أنا أقدر أشتغل بيهم على طول وأشتغل، تمام؟ أشتغل. تعال نلاحظ معايا ال 60 دولار بتاعتي، بيتكوين، إيثيريوم، إكس آر بي، لايت كوين، بيتكوين كاش، كاردانو، ترون، يو سي دي تي، ستيلر، بيتكوين كاش. بدون تعب قال لي إن المية بتاعتي في المية. هوب لو أنا عملت كده شباب صباح الفل، 50 دولار بقى عندك سبع عملات، 50 دولار بقى عندك سبع عملات ولا اكتر. تعال وريني كده، حد 10 اسيت تقريبا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 عملات ب 50 دولار، 5% من كل عمله. معناها وانت قافل عينيك لو اليو سي دي تي اترفع والبيتكوين نزل انت كسبان. ولو لاحظت هم عملوا لك ايه، اذكياء مش اغبياء، ادالك البيتكوين 25%، ادالك الاثيريوم 20%، ادالك الاكس ار بي 18%، وبعد كده دخل 5 5 5 5 اللي هن عملات ايه قليله، تمام؟ بس كل ما عليك انك تعمل افري داي مثلا، ممكن تعمل افري داي مثلا الساعه كذا 12، تمام؟ ممكن افري اور كده، وتكتب سيف وتشتغل. ده كمثال طبعا. هنا تقوم داخل مسميها تيست سيف، اوكي؟ ونرجع. انا ما سيفتش حاجه، تمام؟ ايه دلوقتي السوشيال؟ تعال نشوف. هو ده عامل السوشيال بتاعه كل 3 ساعات. تعال نشوف الشخص دوت. طبعا شخص النهارده خسران 0.70%، في الاسبوع 0.24%، في الشهر ده انا عشان مثلا انا شارق الادويه اقدر اعمل كوبي واسميها تيست 1 كوبي واسيبها عندي. الموقع اتاح لك ايه يا شباب؟ الموقع اتاح ان انت تاخد استراتيجيه شخص محترف مثلا في هذه الحاله وتشوف ارباحه ايه وتشتغل على نفس ارباحه، تبقى انت ملك نفسك. طب انت عايز اكتر من كده ايه؟ احنا بنجيب لك يعني طريقه إيه، كل ما عليك انك تعمل اكتيفيت وبتشتغل، تمام؟ دي اول نقطه. تعال نخش على السوشيال ونشوف. عندنا السوشيال هنا موجود هنا زي ما حضراتكم هنا. انا طبعا هنا عشان دخلت ايه
تابعت الشخص دوت، فبيخليك اكنك انت تابعه يعني، فبيخليك تشوف حاجته. فهنخرج منه دلوقتي او هنسيب الشخص دوت ونشوف. بس قبل ما نسيبه تعال نشوف النقطه ديت. اوكي، هذا الشخص يا جماعه اسيت بيشتغل بكذا اسيت، بص ارباحه كويسه جدا 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 جدا، وده الجديد في الموقع اللي انت تقدر تتابع ارباح الشخص من يوميا يوميا، بس فقط بالعضويه المدفوعه ب $8. وفي بروفيشنال، في ناس بروفيشنال جدا، في ناس بروفيشنال، يعني تخيل انت لما تربح في هذا التعب الاسيت اشتغل عليه والبرفورمانس وكل حاجه، فشيء جميل جدا 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 وتقدر تستفاد منه. تاني حاجه تقدر تعمل شات مع التيم ليدر بتاعك، هذه تشينز بوس بيعرفك كل الاخبار، يعني من شهرين من شهرين مثلا، مثلا ممكن تقول هالو تبعت وصلت له هيرد عليك، تقدر تشوف الهيستوري بتاعه عمل ايه، هل هو اكتف ولا لا، تقدر تشوف البروفيل بتاع هذا الشخص، ومن الاخر تقدر برضو تخرج من هذا الشخص وتروح لشخص تاني لو انت عاجبك تشتغل من خلاله. طبعا انا في الحاله ديت زيرو فولور طبعا، هو ده حسابي الخاص مثلا. جميل، فدلوقتي مثلا انا هشيل نفسي وهخش هتبع لشخص معين بحيث اوريكم طريقه العمل في حاله المدفوع. طيب انا النهارده دلوقتي هوريكم ازاي هقدر اتابع شخص معين من خلال، انا اشتريت العضويه معايا $52 امام حضراتكم اهو، وهحاول انشط ال $52 دول بحيث يوصلوا ل $60 بطريقه سهله جدا باستراتيجيه طبعا كويسه مضمونه وكمان امام حضراتكم. تمام، هخش على السوشيال هنختار انهي واحد نقدر نتبعه. قبل اي حاجه انت تقدر تتبع وتعمل اللي هم الفافوريت بتاعك عن طريق الضغط على فافوريت، او تقدر تعمل لهم شات وتشوف. تاني حاجه تقدر تتابع الشارت بتاعهم باخبار الربح، يعني مثلا في هذه الحاله الشخص دوت ار كي او ار كبه نو فولور خسر هنا، وزي ما انتم شايفين هنا في خساره، ولكن هنا لو انت ملاحظ زيرو فولور ولكن كسبان النهارده. بس مش ده المقياس بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه، عشان تشتغل على المقياس الصحيح لازم تخش هنا وتشوف على الاقل على الاقل على الاقل 1 ويك على الاقل. اسف مش ماي بروفيل، 1 ويك بيرفورمانس. 1 ويك حاجه كويسه جدا لان انت ما بتشوف ان هو حاجه يعني اشتغل لمده اسبوع، او عدد الفولورز بتاعته. عدد الفولورز، تعال نشوف مثلا تريكس هذا الشخص. تريكس دوت يعني عنده 18 فولور ولكن ماينس 2.30 والاسبوع ماينس 7. تمام، ليه؟ تعال نشوف ليه. هو شغال على 2 اسيد بس، فاللي تبعه يعني اشتغل على اسيد تيتر والترو يو اس دي تي، يعني بمعنى صح هو بيشتغل على عملات الثابته. تمام، اللي هو ستابل كوين. ستابل كوين طبعا ده حلوه في حاله السوق اما يكون مرتفع، ولكن حاليا مش حلوه، لذلك هو خسران في هذا الوقت. تمام، في هذا الوقت. بس لو احنا شفنا الرندمنت توتالي او الربح في مده الناس اللي متابعاها، هنلاقي اللي هو ربحه في 43 تداول 89% برسنت زي ما حضراتكم شايفين قدام حضراتكم. ارباحه زي ما انتم شايفين شغاله، وتعالوا نشوف هنا 70% البروفنس بتاعه 70%، يعني مش وحش. تمام، مانس لا طبعا، بس زي ما انتم شايفين هنا ايوس بيتداول نيو تريكس اللي تي سي اي لايت كوين وهكذا وهكذا. تمام، فده كمثال كشخص، كشخص يعني واحد شخص بس ممكن تعمل له كوبي او تعمل شات معاه او تشوف الهيستوري بتاع الشخص. يعني انا اقدر اخش اشوف الشخص دوت اخر مره كان اكتف من امتى، كان اكتف من واحد يوم تقريبا، one day tricks has changed their index. هو عمل ايه؟ بصوا USDT بيتكوين تو اس دي باكس. تمام، غير التداول بتاعه خلاها كل مدة 6 ساعات يجيب يظبط أرباح. هنا قلناها هنا نفس الأزواج. تمام، هنا زوجين بس، بصوا 50 و50، هنا عمل أكتر من زوج، فهي دي الطريقة الجميلة. تمام، تعال نشوف واحد تاني عن طريق الفولورز عشان نتبعه ونشوف إذا كان كويس ولا لأ. فولورز 18، فولورز 3، فولورز 1، فولورز 1. تمام،
followers 0, 1 day, 1 week, 1 month. انا بفضل المانس على فكرة مش الويك. المانس بيكون بس المانس صعب حاليا اللي انت تلاقي. تمام؟ تعال نشوف الشخص دوت اخباره ايه وشغال على ايه. شغال على بيتكوين، اكس ار بي، لايت كوين، ستيلر، ترون، كاردانو، مونيرو، داش، فيزيكا تنشن، ديجي بايت، كل هذه ال الاسيت او كل هذه العملات اللي انت شايفين. تمام؟ اردو بيعمل ريبلانش كل ساعتين، عنده 3 متابعين. الشات طبعا ممكن تعمل معاه شات لو انت عايز. بعدين الهيستوري هاز ستارت بينج ا ليدر، هو بدا يبقى ليدر من يومين بس. تمام؟ لذلك لك حريه الاختيار انت تتبعه ولا لا. يومين مش عارف. تمام؟ تقدر تخش على مثلا وان فولور دوت مثلا وتشوف اخبار شغله ايه. ده بيشتغل على كراود ماشين، يعني بيشتغل على عمله واحده بس. تعال نشوف الهيستوري بتاعه. 100% 100% 100%. اهو ده بيعمل استراتيجيه مختلفه، بيحط عمله واحده وبيستنى ما تعلى يوم بيعها وشارى عمله ثانيه. بصوا. تمام؟ تعالى نشوف واحد ثاني. وان داي بيرفورمانس. الشخص ده زيرو فولور، اوكي، بيشتغل على العملتين دول بس. تمام؟ انت مش لازم تتبعه، انت ممكن تتبعه او ما تتبعوش، يعني انت حر. زيرو فولور، بيشتغل على عملة واحدة بس. تعالى نشوف اخر حاجة اسبوع مثلا. هنختار ال 77% المكاف، اوكي. المكاف بيشتغل بالبيتكوين، ده لذيذ جدا. تعالى نشوف الهيستوري بتاعه. جميل جميل. ده رافين كوين، ايثيريوم، ده شغال 14 يوم، 13 يوم، 9 ايام. اوكي، ده بيعمل اسبوعيا زي ما انتم شايفين من 9 ايام. تشينج ذا بيريود مانوال، هو غير ل 9 ايام. 100% بيتكوين من 9 ايام، يعني قال لك انا هبيع كله. بص، هو اشترى دول وبعد كده راح بايع كله وخلى السيستم يشتري له بيتكوين. تمام؟ بالتالي زي ما انتم شايفين رفع. تمام؟ لذلك من الافضل ان انت تشوف او فيلور او 1 مانث بيرفورمانس. 1 مانث زي ما انتم شايفين هذا الشخص 1 في الاسبوع. ايوه، هو خسر في اليوم النهارده ولكن في الاسبوع انتوا شغالين. تمام؟ هو شغال، هذا كويس في اليوم المكافي، بس احنا قلنا بيشتغل بيه عمله واحده. ممكن تعمل كوبي الوكيشن او تعمل فولو على طول اوتوماتيك في الحاله دي. تمام؟ فتعالوا دلوقتي نجرب واحد كيس ونشوف هيعمل ايه وهنشتغل ازاي عليه. طيب يا شباب، انا دلوقتي راح استخدم كواليتي الشخص دوت، هعمل له فافوريت مثلا وهتبعه كتجربه. تمام؟ انا ما بخسرش حاجه ولا اي حاجه. قبل ما اروح اشوف اي حاجه هشوف اللي هو بيشتغل على عملات ايه. بيزك اتنشن واكتر من عمله كويسين وفي عملات مش كويس. تمام؟ فلذلك انت لازم تعرف. بس هو في الاسبوع حقق 2.70، النهارده خسران طبعا بس عنده اكتر من عمله. زي ما شايفين هو بيشتغل 5% 5% 5%. فانت يمكنك اتباع هذا او يمكنك اتباع الاستراتيجيه الخاصه بيا اللي انا هشرحها لك دلوقتي كليدر. تمام؟ كيت، انا كريبتو عربي، اوكي. هخش على البورتفوليو بتاعتي وهعمل كرييت نيو بورتفوليو، كرييت نيو اندكس، اسيت 10 منهم 5 ماكسيمم 25. يعني هنا بقول او اقول هنا ماركت كاب او ايكوال ايه. انا اختار ماركت كاب اللي هم افضل العملات في السوق حاليا زي ما هو بيختار السيستم دلوقتي. تمام؟ ايه، او ممكن تختار بهذا الطريق. تعالى نشوف. وهتحط اسيت 10% وانت ممكن تسيبها كده. لو احنا عملنا كده ودخلنا على البي تي سي مثلا ونعمل ابلاي، بص هيديني ايه؟ هيديني نفس العملات ولكن هي 10% كلها مع بعض. تمام؟ ده نسبة وتناسب، ومن هنا تقدر تشتغل انت وتبيع وتشتري. دي أول استراتيجية. أو هنيجي نشتغل، هنعمل نيو هولد. تمام؟ ديت النيو هولد بتاعتي. أوكي؟ هنرجع هنعمل كرييت نيو وولت، هسميها نيو تريد 2019 مثلا. سيف ادي الاسيت. ممكن تختار الاسيت بهذه الطريقه او
create index. هنختار الطريقة السهلة جدا ونعمل apply لوحده لوحده. هو اختار لي الاندكس بتاعنا وهو معامل save my portfolio new trade. تمام سالفي عمو استنوني اهي، بس مش اكتف لحد الان، مش اكتف لاني معش عليها الاخضر. هو عامل كده active portfolio confirm. بصوا رجعنا هنا بقت دي اكتف ودي بقوا الاثنين اكتف. تمام نيو هولدنج نيو تريد هو ده الاكتف بتاعتي، لان انا كان عندي ديت. تمام دلوقتي مش اكتف. جميل جميل. بصوا دي كانت فيها 0.01 كل الحوارات دي التعبانه ديت، هو عامل ديليت. انا كده مسحتها بقى عندي دي بس. تمام خش عليه. دلوقتي انا عملت اكتف للداشبورد بتاعتي للعملات بتاعتي، بس ما عملتش حاجه اكتر من كده. كل ما عليا انا هعمل اكتيفيت كل ساعه مثلا او كل يوم او كل كام. انا اقول every hour every 2 hour. تمام ممكن كل ساعه ممكن كل يوم ممكن كل اسبوع مثلا. انت ممكن تعمل كل ساعتين وتعمل سيف. تمام ريبلانش فيري سكسسفول ابديت. انا كده خلاص انا كده ظبطت حساباتي. دلوقتي الموقع هيبقى يبدا يشتغل بطريقه عاديه جدا. هو بيوريك انا عندي هنا الفلوس وكل الكلام ده. بص ممكن ابدا دلوقتي مثلا، انا هنا دلوقتي بقت 0.03. ممكن اعمل دلوقتي كبدايه شغلي طبعا اعمل له ريبلانش. هو يبدا يشتغل لوحده ويوريك ازاي طريقه العمل، يوريك ازاي يشتغل، وهنشوف دلوقتي يا شباب. بعد انتهاء البلانش او تظبيط الاسيت بتاعي زي ما انتم شايفين 0.09. عموما انا ربحت طبعا، يعني لان طبعا ظبطت محفظتي، ظبطت العملات اللي انا عايزها، وكمان انا هنا معايا $52، معايا $51 و92 سنت. بس ما تبصلهاش بالدولار زي ما انا قلت لك، لان طبعا لما انت بترجع هنا بتشوف حسابك هتلاقي ان انت عندك عملات حاليا نازل، فانت اشتريتها بنازل وايه بتنتظر ما ترتفع عشان تبيع. تمام فهي دي النقطة. في الحالتين انت كسبان لان انت عندك عملاتك اللي انت عايزها. تمام فالفكرة جميلة ولذيذة وبسعرها رخيص $8 عشان تظبط حسابك مثلا لشخص، او تدي محفظتك او لشخص معين عشان يعمل لك ادارة محافظ وفي الاخر ينصب عليك او يعرف كل معلوماتك في منصة معينة او ده. انت ممكن تستخدم شيرينبي كموقع كمحفظة ليك. ممكن ما تعملش تحويل اسيت لما تكون عايز ان في عملة جديدة بتخش تشتريها على طول من غير ما تخش على المحفظة، وما بياخدش منك اي عمولة. فليه لا ليه لا. دي من وجهة نظري، وده شرحي لمحفظة شيرينبي او ادارة المحافظ والاسيت والتداول لشيرينبي. طريقة سهلة جدا، يا رب تكون عجبتكم افادتكم. معلش انا اسف جدا شرح طويل يعني حوالي 25 دقيقه، ولكن مفيد ان شاء الله. اشكركم، سيبوا لي تعليقكم تحت لو عجبكم نعمل شرح تاني عن حاجه تانيه، قول وجهه نظركم لو انت عندكم فكره. وما تنسوش يا جماعه ان انا هنا ليدر، لو انتوا عايزين تتبعوني كليدر كريبتو عربي اهلا وسهلا، مش هتخسروا اي حاجه. هديكم هتلاقوا ان الاسيت بتاعه ما بيتغير، بيتغير معاكم انت بطريقه سهله جدا بدون اي مشاكل. الاسيت بتاع النهارده هو انا بشتغل على العملات المهمه زي ما انتم شايفين، وهنشوف بعد كده اللي هيحصل في المستقبل. اشكركم واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.